بعد عام كامل القوات العراقية تلجأ إلى فض اعتصام محافظة الأنبار التي تقطنها غالبية سنية بالقوة. ما التداعيات؟ نقطة حوار بعد قليل. نقطة حوار جديدة مع محمد عبد الحميد، أهلا بكم. هي حرب بعيدة عن الإرهاب، ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، هي حرب السلطة والامتيازات السياسية. هذا قسط مما جاء في بيان قائمة متحدون تعقيبا على قيام الجيش العراقي بفض اعتصام محافظة الأنبار بالقوة. تعقيب الكتلة كذلك اشتمل على استقالة 44 نائبا وانسحاب أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ورئيس القائمة من وثيقة الشرف الوطني. مع البيان وجهة نظر منتقدي خطوة فض الاعتصام الذين يتهمون حكومة المالكي بالطائفية الواضحة، والذين يتحدثون عن اضطهاد كبير عانى ويعاني منه السنة العراقيون من وجهة نظرهم، ويتوقعون كذلك تداعيات خطيرة لمصار. أما المالكي فها هو يعلن أن العراقيين توحدوا أخيرا خلف قواتهم المسلحة، وهذا هو عنوان الانتصار الأخير. وهو يرى أن ساحات الاعتصام تحولت إلى بؤر إرهابية وبؤر للقاعدة، وبالتالي من الناحية الأمنية من حق الرجل وحكومته فضها. أصوات كثيرة من داخل الأنبار أخذت تطالب بسحب الجيش وبإطلاق سراح النائب أحمد العلواني الذي كان اعتقاله واحدة من مقدمات مسار، فيما أصوات كثيرة تقول إن الشراكة الوطنية في العراق أصبحت موضع شك. ما هي تداعيات فض اعتصام الأنبار سياسيا وأمنيا برأيكم؟ ما مصير مطالب المعتصمين؟ وهل أصبح الجيش العراقي طرفا في المعادلة السياسية؟ ماذا عن مستقبل المالكي والانتخابات القادمة؟ شاركونا حوارنا اليوم كالمعتاد هاتفيا على رقم 00442777650211، وأيضا نصيا على رقم 00447930407. كذلك على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر محمد عبد الحميد BBC. الحوار بدأ بالفعل ويدور عبر نوافذ نقطة حوار الإلكترونية المختلفة، واليوم يتابعه أحمد عبد الرازق. يا أحمد. محمد، في سخونة الموقف كما تعرف يزداد الاستقطاب، هذا هو الحاصل وامتياز في حوارنا اليوم، إذ أن فض اعتصام الأنبار يثير موجات من الحوار التي تصل لحد التصادم. معظم مشاركين اليوم محمد بدأوا متأثرين بالفعل بسخونة اللحظة، حتى أنهم تركوا أسئلة حوارنا جانبا وانقسموا بين مهاجم للمالكي ومؤيد له. قليل هؤلاء الذين نهجوا نهجا معتدلا ينظر بعمق لما حدث وتداعياته على المستقبل. من هؤلاء القليلين محمد مكاوي، وهو يقول هنا على صفحتنا على الفيسبوك: كنت قد علقت هنا من قبل بأن استخدام السلاح في فض اعتصام الأنبار له نفس التأثير على فض اعتصام رابعة العدوية، فالقوة يقول لا تولد إلا القوة، والسلاح يأتي بمزيد من السلاح، والخاسر هو المواطن وليس المالكي ولا حكومته. هناك محمد الكثير والكثير من الآراء التي تتصادم في جدل شديد اليوم، سنعرض لها جميعا خلال البرنامج ونحن على تواصل دائم. محمد، سأعود لك يا أحمد، بالتأكيد ابقى متابعا أرجوك حتى أستعرض مجموعة من الآراء التي تأتي أونلاين، لكن من ضمن الآراء التي دائما ما نستعرضها كذلك آراء عشوائية تجمعها دائما كاميرا نقطة حوار من شوارع العواصم العربية المختلفة. اليوم توجهنا لشوارع بغداد وسألنا: كيف ترون تداعيات فض اعتصام الأنبار على المستقبل السياسي لحكومة المالكي؟ طبعا التداعيات يعني سلبية على الشارع العراقي، على الكل وعلى السياسيين خاصة، لأن هم بالنسبة للأنبار هم الأول من دافعوا عن العراق، دافعوا عن شو اسمه، طردوا تنظيم القاعدة، هم أول من حاربوا تنظيم القاعدة. زين أنت تجي شو اسمه تحت شو اسمه تفضل الاعتصامات بالقوة، وابن البصرة وابن الناصرية وابن الشمال وابن كركوك كلهم يد واحدة، واحنا ما ان شاء الله ما بيتنا تجزئه ولا يصير عندنا تجزئه مهما كانت السياسيين ومهما كانت تداعياتهم. مستقبل السياسي للمالكي فاشل،
ما عنده اي مستقبل. واحنا نوقف ايد بايد في سبيل نقتل الارهاب، بس من يجي على الاعتصامات ويجي على مواطنين ابرياء يجي يقتلهم يجي يوخر، يعني هذا الشيء احنا ما نريده، هذا الشيء ياثر عليه خوش، واكيد اكيد هو راح ياثر عليه سلبي انه فضها الاعتصامات. شعبنا بالانبار، يعني احنا ما نريده يضرب المواطنين العاديين. برايك هذا راح يكون تاثير ايجابي على 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 مستقبل السياسه؟ لا لا، هاي ابد ما تزيد حملته الانتخابيه. هذا شيء منتهي من عنده، سلبي سلبي، تاثير سلبي، وبدليل انه اي واحد يجي انه تاخذ جيش من ناتو على الجهه الثانيه، طيب مكان قبل سنه ليش ما انحلت الامور؟ عندما نرى ان الحكومه تصرف بهذا التصرف رغم من ان الجيش يحارب الارهاب، وهذا الشيء احنا مع الجيش ومع الحكومه ومع الشعب، لكن هناك تداعيات سلبيه على تصرف معين قد ينقلب الوضع الى وضع سلبي او وضع متهجن، ممكن انه يثير بعض النوع من الفتنه الطائفيه بالعراق. وهذا يعني ما يخلق تعاون بين المؤسسه الامنيه والمجتمع. الاستمرار استعداء المجتمع بهاي الطريقه يولد فراغ بين المجتمع وبين المؤسسه الامنيه، وكل هذا يلقي ظلاله على الوضع الامني بشكل عام بالعراق. بعض الاصوات من بغداد العراقيه عن الطريقه التي فض بها الاعتصام وتاثير ذلك على المشهد السياسي، البعض قال ان الانبار اول من حاربوا القاعده فلماذا التصرف الان بهذه الطريقه ضدهم، فيما كان هناك نقد كبير للعلاقه ما بين الجيش والشعب وكذلك التعاون ما بين المجتمع عموما والمؤسسة الأمنية. بعض المشاركين قالوا إن هذه العلاقة علاقة سلبية بالأساس. كيف ترون أنتم فكرة فض اعتصام الأنبار وتصرف الحكومة والتداعيات المستقبلية؟ أيضا موضع حديثنا اليوم في نقطة حوار معي علاء ومكي وحيدر، الجميع يريد أن يشارك، وأبدأ مع علاء الفحام هو يتحدث من بغداد. كيف رأيت الطريقة التي فض بها الاعتصام يا علاء، وما تداعياتها برأيك؟ السلام عليكم. أخير عليكم السلام، أهلا وسهلا. أتمنى أن أحييكم وأحيي إخوانكم في البي بي سي العربية. أخي الكريم، إحنا عانينا من الإرهاب، من الإرهاب الأعمى اللي قتل كل أطياف الشعب العراقي، كل أطياف الشعب العراقي على مختلف مسمياتهم المذهبية السياسية. إحنا بالنسبة لنا كعراقيين، إحنا أي تحرك عسكري ضد الارهاب، احنا الان احنا بالنسبه لنا يعني احنا ما ندعم وضع الطائفيه، يعني كما كرس بعض المسلمين انه ينتصرون الهجمه الحاليه اللي قام بها الجيش العراقي على انه هي مساله طائفيه، هم ضابطين سياسي. ابناء الرمادي العزيزه اللي ينتصرون الهجمه صارت الارهاب تحديد يفسروها على انه مساله طائفيه باعتبار انه جيش الان. طيب علاء، يبدو ان هناك مشكله شديده في الاتصال بك، جودة الصوت غير واضحة على الإطلاق، عاود الاتصال لاحقا. مكي يتحدث من الكوفة وذات الأمر، كيف رأيت يا مكي الطريقة التي فض بها الاعتصام وما تداعياتها من وجهة نظرك؟ مساء الخير، تحية لك أخي محمد وللسادة المشاهدين. مساء الأنوار، وإن شاء الله عام جديد عام خير وبركة على العراق وعلى الجميع إن شاء الله. أمين. في البداية فقط أود أن أشير إلى ملاحظة، أعتقد أن تغطية البي بي سي للموضوع لم تكن محايدة، وهذا رأيي الشخصي. المقدمة التي ذكرتها حضرتك في بداية البرنامج قلت تفضل الاعتصام بالقوة، هذا الشيء لم يحصل، الرواية الرسمية لم تذكر القوة، أهل الأنظار لم يذكروا القوة. أتمنى أن أعرف من حضرتك مصدر هذه المعلومة، يعني دخول الجيش لساحة الاعتصام ومن سقط بين قتيل وجريح لا تعتبره أنت قوة؟ هل لديك صورة تثبت هذا يا أخي؟ أنا الذي أسألك يا مكي. أنه لم يحصل، الرواية الرسمية من محافظ الأنظار سمعته هذا اليوم على إحدى القنوات الفضائية الذي فضل اعتصامه الشرطة المحلية، الشرطة المحلية أبناء الأنظار أنفسهم، كل مجموعة شرطة تنتمي لقبيلة رفعوا خيمة القبيلة التي تتبعون لها. لم يتم إهدار قطرة دم واحدة. لديك بيان رسمي من رئيس الوزراء
لا يعني لحظة واحدة لحظة واحدة حتى تتضح الصورة، وهذا بالتأكيد وفقا لروايتك أنت. أنت تقول أن الجيش لم يشارك على الإطلاق في عملية فض الاعتصام، وتقول أنه لا إصابات ولا قتلى في عملية الفض. إذن هناك فرق حبيبي، هناك فرق. أنا أقول أن الجيش لم يدخل، لم أقول ليس هناك قتلى. القتلى في كل مكان، في حوار السيارات تنتج قتلى. لا أقول، لم أقول لم يوجد هناك قتلى. الشرطة تدخلت وقررته بصورة سلمية. لا يمكن أن نشير إلى فض الاعتصام ونشبهه بفض الاعتصام رابعة. طيب احنا لم نشبهه، نحن لم نشبهه باعتصام فض اعتصام رابعه. هذا التشبيه جاء على لسان واحد من المشاركين على صفحتنا اونلاين، لكن لا حديثنا لا الان لا. انت تقول ان الجيش لم يشارك على الاطلاق في فض الاعتصام، هذا اولا. ثانيا لم يسقط قتلى او مصابين، حتى تكون الصوره واضحه، هذا ما تقول. محافظ الانبار هو الذي يجب ان نصدقه، لا نصدق اي شخص اخر. محافظ الانبار لم يذكر هذا الشيء، قال ان الشرطه المحليه قامت بالاعتصام. طيب ولم يقل يصدق بصوره عسكريه او يعني طيب، لكن حتى نختصر في الوقت يا مكي، الصورة واضحة تماما الذي ذكرته، لكن أنا معني أيضا أن أعرف منك تداعيات الفض من وجهة نظرك، يعني تأثير عملية الفض في حد ذاتها مستقبلا في 10 ثواني أرجوك. الذي حصل، وأنا متابع للموضوع، الذي حصل أن ساحة الاعتصامات اختطفت من قبل القاعدة، ليست رسائل أشعار ولا الأنظمة الحقيقية الذي فيها أولا. طيب. ثانيا أنا أسألك يا أخي محمد، عضو برلمان أن يترك البرلمان ويذهب إلى الساحات يطالب بالحقوق، أنه يعكس العملية، المطالبة بالحقوق تكون في البرلمان. أنا أسألك يا محمد، أنتم في لندن أو في الكونغرس الأمريكي، فإن يقف عضو البرلمان ويأتي بقطع الرؤوس، ماذا تقولون عنه؟ طيب، لكن هو انت تقول ان الاعتراض يكون في البرلمان، لكن ايضا التظاهر في الشارع والاعتصام احيانا كثيره هو حق مكفول. مكي شكرا جزيلا، لكن النقطه التي ذكرتها ربما اتحول بها الى ضيفتي من عمان لانها الاجدر ربما بالاجابه عليك. معي عبر الاقمار الصناعيه سيده ميسون الدملوجي، عضو مجلس النواب عن القائمه العراقيه الوطنيه. سيده ميسون اهلا بك، وكما استمعت لمكي وربما ما قاله هو يتقاطع مع الكثير من الأصوات التي تأتي من العراق، أن الاعتصام كان قد تحول إلى ساحة للقاعدة، الكثير من العناصر الإرهابية دخلت وسط المعتصمين المتواجدين، وبالتالي من حق الدولة أن تلجأ لما قامت به. شكرا لك أخي الكريم. أهلا. بداية، الحقيقة نحن نشعر أن الانتخابات قادمة، واليوم الصراع على الانتخابات هو بين القوى التي تطرح نفسها ممثلة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي، وبين القوى التي تنتمي إلى الطائفية السياسية. نحن نرى أن حركة السيد المالكي هذه كانت لتجعل الصراع سنيا شيعيا، صراعا طائفيا، وتضرب المشروع الوطني بالكامل. هذا لم يتحقق الحقيقة. الحركة بدأت أو التحرك بدأ قبل حوالي أسبوع من قبل الجيش لضرب القاعدة، وكل القوى في السياسية يعني أيدت هذا التحرك ووقفت وراء الجيش يعني ودعمته بشكل كامل. استغربنا أن هذا يعني تغير عن مساره، لا نعرف ماذا حدث للقاعدة، شاهدنا بعض الصور ثم انتقل إلى الأنبار إلى قضية الاعتصامات. البارحة حينما تم فض الاعتصام قطعت شبكة الاتصالات بالكامل، التليفون والإنترنت وسوى ذلك، وثم اليوم خرجت إلينا بعض الصور، لا نعرف الحقيقة. هناك من يقول أن الشرطة هي من فضت الاعتصامات بشكل سلمي، إذا كان هذا إذا معناته ليست هناك قاعدة، أين القاعدة؟ لم تكن هناك مقاومة. لكن عشائر الأنبار وشيوخها أنفسهم تحدثوا عن وجود القاعدة. نعم. ما بين خيمات المعتصمين بالفعل. أخي الكريم صحيح أخي الكريم، نعم بالتأكيد القاعدة وغيرها من قوى ربما إرهابية أو قوى سياسية تحاول أن تستغل مثل هكذا اعتصامات، لكن الاعتصام
هذا مثل كل الاعتصامات في العراق والمظاهرات التي خرجت في بغداد وفي البصرة وفي الناصرية هي عن مظلومية حقيقية، هي بسبب وجود يعني حاجة إلى إصلاح العملية السياسية بشكل حقيقي. الفساد منتشر، الخدمات غير موجودة، اعتماد الطائفية السياسية وغيرها من أمور. هذه هي أخي الكريم لم تحل على مدى سنة على الأقل في الأنبار وفي محافظات أخرى. حقيقة الاعتصامات بدأت عام 2011، إشباط عام 2011 في بغداد، وهي مستمرة في محافظات مختلفة ليومنا هذا. طيب لكن لليوم لم تتم الاستجابة لأي من هذه المطالب. طيب لكن لأي من هذه ربما ما ذكرتيه في الأنبار أو في أي محافظة، ربما ما ذكرتيه سيدة ميسون، فالاعتصام حق مشروع. طيب الاعتصام وهذه نقطة جيدة، لأن بعض المشاركين أستاذة ميسون وأريد أن أجعلك تستمعين لبعضهم بالفعل، لأن هناك عدد كبير من المتصلين، اسمح لي أن أخذ بعضهم. البعض تحدث عن أن الاعتصام بدأ بالفعل إيجابيا بمطالب مشروعة، ولكن بعد ذلك أخذ مسارا آخر. من هؤلاء علاء الفحام يتحدث من بغداد، أريد أن أستمع إليه. علاء. نعم أخي، نعم أسمعك. تفضل أخي الكريم. بالنسبة للمعتصمين، المعتصمين بنت الاعتصامات كمان كانت مطالب المعتصمين في بغداد وبعض المحافظات مطالب مشروعة، مطالب هي تحت مبدأ خدمات العامة للمواطن، الوعود اللي وعدها أثناء الانتخابات وبعدها، هاي كان كلها. لكن لما تقول اعتصام في أعلام القاعدة وتقال وتقول طيب على ما زال الصوت شديد، ما زال الصوت شديد السوء، يعني أردت أن أعطيك فرصة أخرى تعبير عن وجهة نظرك، لكن ما زال الصوت سيئا. حيدر من السويد، هو عراقي لكن مقيم في السويد، أعرف وجهة نظر. يا حيدر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك والقناة بي بي سي. أهلاً وسهلاً. فقط مداخلة وعندي سؤالين حضرة النائبة. تفضل. المداخلة هو طبعا أول شكر لازم يقدم للحكومة العراقية من قبل أبناء الأنبار، لأنه الآن يستطيع التجول في مدينتك يا ابن الأنبار وأنت حر وعزيز مو دليل. يعني لو كان المالكي ضد أهل الأنبار لأبقى القاعدة تفعل بهم ما فعلت في 2005 وفي 2006 وتفعل بهم وبنسائهم ما فعلوا في سوريا الآن. هاي النقطة الأولى. طيب. من هم الذين وقفوا ضد هذه العملية العسكرية الناجحة؟ أولهم الشيخ القرطاوي المنبوذ من شعبه. طيب. والمطلوب قضائيا، لحظة. حيدر لا عشان بس يعني يا حيدر هذا ليس موضوعنا على الإطلاق. أنت قلت أنك تريد أن تسأل سيدة ميسون سؤالين، دعنا نستغل الوقت وأطرحهما أرجوك. نعم. لم تطلق طبعا بالمناسبة تطلق رصاصة واحدة في فك الاعتصام، ولم تراق قطرة دم واحدة في ساحات الاعتصام، وهذا نجاح يسجل للحكومة العراقية. طيب. وقد دخلت القوات المحلية وليست قوات الحكومة إلى فك الاعتصام. أما بالنسبة للحصانة، قبل أن أسأل النائبة بالنسبة للحصانة، الحصانة أنا مواطن عراقي لي حصانة في بلدي العراق، لكن عندما أسيء إلى جار أو إلى شخص ما تفقد هذه الحصانة كائن من يكون. السؤال إلى السيدة، السؤالين إلى السيدة ميسون. تفضل. لماذا أنت في عمان؟ أنت نائبة، لماذا كم شهر أنت لم تدخل البرلمان العراقي؟ أياد علاوي رئيس القائمة العراقية، السيد أياد علاوي كم له مدة لم يدخل ولم يرى طيب. المقصود أن الأمر بالتأكيد ليس شخصي، أنت تلمح إلى أن فكرة النواب، بعض النواب العراقيين متواجدين حتى خارج العراق ولا يقومون بمهامهم، هذه نقطة. النقطة الثانية بسرعة أرجوك، النقطة الثانية بسرعة بـ30 ثانية. تفضل. الدمجوجي ترفض تبني شعارات العلوان الطائفية بتاريخ 29/12/2003 على قناة العراقية الرسمية أو شبه الرسمية. طيب.
ما الذي تغير الان؟ طيب جيد الان جيد. تصريحك يا تملوجي ترفض تبني شعارات الالوان الطائفيه. طيب خلينا نستمع لرد من السيده ميسون. النقطه الاولى، بعض النواب الذين ينتمون الى معسكر ليس معسكر المالكي، ليس معسكر الحكومه، كما ألمح حيدر، ربما مقصرين بشكل كبير بالقيام بمهامهم، هم حتى لا يتواجدون في الدوله، لا يتواجدون في العراق. أخي الكريم، أنتم البي بي سي اتصلتوا بي مساء أمس، أنا كنت في بغداد وأخبرتكم أنني سأكون في عمان لمدة يومين لقضاء بعض الأشغال وأعود إلى بغداد. مزبوط. يعني هذا كلام غير صحيح. العراق في عطلة أصلا الآن، ليس هناك دوام، لا مؤسسات رسمية ولا غير رسمية. طيب بس هو حيدر لا يتحدث عن شخصك على وجه التحديد يا أستاذة ميسون، أنا فهمت وجهة نظري. يعني ما أعرف منه هو أشار للسيد علاوي مثلا، إياد علاوي. هو أشار للسيد إياد علاوي في بغداد. أخي الكريم، إياد علاوي أيضا في بغداد، ربما ما يعرف الأخ حيدر. تمام. نحن في بغداد متواجدين، ويعني أهلنا في بغداد والموجودة، هو حضرته أصلا مو بغداد، هو اللي ما يعرف هذا الأمر. طيب. لم يتغير شيء. أنا أختلف مع السيد العلواني في خطابه، وفي كل مرة أنا قلت هذا الأمر، القضية ليست، أو أنا أختلف مع كل النواب الذين يتكلمون بلغة فيها طائفية، سواء في هذه الجهة أو في تلك الجهة، خلي يكون للعلم يعني. لكن ما يطبق، أولا النائب في كل العالم يعني يحظى بحصانة، هذا ليس فقط في العراق، الحصانة لا ترفع إلا من قبل مجلس النواب نفسه. طيب. هذا احترام الديمقراطية، هو احترام لهذه الحصانة. طيب لكن إذا كان ما إذا كان الدستور عرض الحائط، إذا كان النائب العلواني بالفعل صدرت منه بعض التصريحات الطائفية أنت نفسك انتقدتيها سيدة ميسون، وإذا كان ليس من المعروف الآن كما أشرت أنت منذ قليل إذا كان الاعتصام تم فضه بالفعل بالقوة أم لا، هل يعني ذلك أن الاستقالات التي حدثت من مجلس النواب ربما، أو حتى بعض الاعتراضات الكثيرة، انسحاب أسامة نجيفي من وثيقة الشرف الوطني، هل يعني ذلك كله أن هذا فيه تسرع من قبل المعارضة للتعامل مع فكرة فض الاعتصام؟ هو نحن نتكلم، أنا لا أدافع عن هذا الشخص أو ذاك الشخص، أدافع عن مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية، أن عضو مجلس النواب يتمتع بحصانة ولا ترفع هذه الحصانة إلا من قبل مجلس النواب نفسه، وهذا احترام للعملية الديمقراطية وللعملية السياسية. لكن الأمر له علاقة بطريقة تعاملكم أنتم مع الأزمة، تعامل قوى المعارضة مع الأزمة، وبالتالي تأثير على المشهد السياسي في المستقبل بمجمله. يا أخي نحن، أنا أتكلم عن الوطنية، موقفنا كان طلبنا التهدئة منذ اليوم الأول، وأن لا يتم، وقلنا علينا أن نفرق بين أهالي الأنبار الكرماء، بين عشائرها العراقية الأصيلة وشخصياتها الكريمة، وبين تنظيم القاعدة، وقلنا أن أهالي الأنبار هم أول من حارب القاعدة، وهم أول من حارب الاحتلال الأجنبي للعراق، وهذا الأمر يجب أن يقدر، ولا أن يتم الخلط بين أهالي الأنبار وبين القاعدة. ما حدث البارحة تم التعتيم عليه بشكل كامل، واليوم تقنن الأخبار، تخرج بشكل مقنن. حقيقة ما جرى لا نعرف، لماذا إذا كان سلميا لماذا يتم قطع شبكات التليفون والاتصالات كلها؟ هذا ما يفعله بشار الأسد في سوريا على فكرة. طيب. هو أيضا يقطع الاتصالات لكي لا يعلم العالم الخارجي. طيب. ما يقدر. دعينا ناخذ طيب إذا كانت سلمية. طيب. بس كلمة صغيرة، إذا سريع. كانت سلمية معناته ما بها قاعدة. طيب. إذا أين القاعدة؟ القاعدة تتعامل بشكل سلمي. طيب. معناته يعني هاي تتحط نفسها يا أخي. طيب. الكريم. دعينا ناخذ تعقيب سريع جدا من حيدر إذا كان لديه تعقيب آخر قبل أن ننتقل لمتصل آخر. حيدر. شكرا جزيلا لك ولقناة البي بي سي على هاي الفرصة البسيطة. أضافت النائبة بنفسها تقول في حال أي نائب يثير الطائفية يجب أن يتم رفع الحصانة عنه، ومنها يتم إحالته للتحقيق. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، كنت أتمنى من أعماق قلبي أن تقول أو تقول أنه أنا ما أدخل البرلمان صار لفترة معينة. هاي النقطة الأولى. وهاي الشماعة أنه حيدر من السويد أو فلان من لندن، هاي ما أعتقد تليق بنائبة مثل حضرتها. نحن عراقيون ومتابعون كل ما يحصل في العراق، وأتمنى تكون حاضرة وتكون مع الحكومة العراقية أو مع التشريع في البرلمان العراقي، وأن لا تنكر أنه إياد علاوي لم يحضر إلا مرة واحدة. طيب. من أربيل إلى بغداد في
سحب الثقة عن المالك. شكرا يا حيدر برهان. شكرا يا حيدر برهان. أيضا يريد أن يشارك بوجهة نظره. برهان يتحدث من لندن. تفضل يا برهان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أهلا وسهلا. عليكم السلام. شكرا. أنا رد سريع على حيدر. إذا كان ليس طائفية بيان جبر صولاق كان هو على قناة CNN تحدث شخصيا بعظمة لسانه عندما قتل أهل السنة كشفوه الأمريكان. لماذا لم إذا كان ليس هناك طائفية في العراق لماذا لم يصدروا مذكرة اعتقال بحقه بينما أصدروا مذكرة اعتقال بحق الهاشمي؟ ثانيا المالكي شخصيا هو يقول إذا ليس ما أنا أسأل السيدة ميسون مالكي شخصيا يقول على اليوتيوب موجود الشريط يقول أخذنا الحكم ما ننطيها أليس هذه طائفية؟ سؤال بالنسبة موضوع آخر الأمريكان كشفوا المالكي وهو يشرف على قتل وتعذيب أهل السنة في مطار المثنى في بغداد أليس هذا طائفيا؟ طيب. ثم نعم لماذا يا سيدة ميسون أليس هذا طائفيا مالكي؟ لماذا يصدرون مذكرات الاعتقال بحق النواب السنة وثم الجيش والشرطة وميليشياتهم المدعومة من إيران ثم الأمريكان كشفوا هناك نقل المالكي ينقل الأسلحة من العراق إلى بشار. طيب واضح يا برهان شكرا جزيلا. سيدة ميسون بين أن الأمر طائفي وبين من يقول أن الأمر فقط حسابات سياسية ومحاولة من المالكي أن يستغل الأحداث التي تدور على الأرض لتحقيق بعض المكاسب السياسية. نتوقف عند تصريح ذكر أيضا ضمن بيان قائمة متحدون ومع استقالة عدد من النواب أن فكرة الشراكة الوطنية مع المالكي أصبحت موضع شك. هل يعني ذلك أن التشكيلة التي بالكاد أعادت بعضا من الاستقرار المشهد السياسي العراقي الآن هي مهددة بالنسف؟ الحقيقة الشق الأول أن هناك أريد أن أقول أن هناك ممارسات طائفية سياسية تجري في العراق بدون أي شك في هذا الأمر. يحاسب ناس على قضايا ولا يحاسب الطرف الآخر. نحن نرى الميليشيات تصول وتجول وتقيم استعراضات في بغداد وفي ديالى وفي مناطق أخرى ولا يحاسبها أحد على ذلك. الفرق بيني وبين الآخرين فيما أريد أن أقوله أن رد الفعل يجب أن يكون وطنيا. رد الفعل ليس بالطائفية من الطرف الآخر. هذا لن يودي بالبلاد إلا إلى الهلاك لا سمح الله. رد الفعل نحن نحمل مشروعا وطنيا يجمع العراقي سواء كان مسلما أو مسيحيا أو من هذه الطائفة أو تلك. نعم. أو كرديا أو تركمانيا أو عربيا. طيب. هذا هو رد الفعل يجب أن يكون. المشكلة أن البعض يتبنى مشروع طائفي من الطرف الآخر. هذا لن يؤدي بنا إلى حل حقيقي وجذري للعراق. سيدة ميسون اللملوجي عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية من عمان شكرا جزيلا عذرا لمقاطعتك فقط لديك الوقت وأريد أن أتحول إلى جزء آخر من برنامج اليوم منذ البداية. أحمد عبد الرازق يتابع الحوار الدائر إلكترونيا وأنت تحدثت في البداية أحمد عن تأثير الكثير من المشاركات أو تأثرها بسخونة اللحظة ما بعد فض اعتصام الأنبار. أعطيني أمثلة. بالفعل محمد سخونة اللحظة تسيطر على كل المشاركات تقريبا وكما أشرت سابقا فمعظم المشاركين تركوا ما طرحناه من أسئلة ليتخندقوا في معسكرين أحدهما مع المالكي والآخر ضده. وكما تعرف فإن كل شأن سياسي في العراق الآن بات يصطبغ بصبغة طائفية واضحة. في واحد من المعسكرين يرى المشاركون أن المالكي على صواب وأن فض الاعتصام لم يكن منه بد وأنه يمثل إعلاء لسلطة الدولة العراقية. ويخلص بعض من هؤلاء إلى أن ما حدث سيعزز من فرص المالكي السياسية. في حين أن المعسكر الآخر على نقيض يرى أن ما قام به المالكي هو اعتداء على معتصمين سلميين وأن ذلك ستكون له تداعيات كبيرة على رأسها تعميق الاحتقان الطائفي مما سيؤدي في النهاية من وجهة نظرهم لإنهاء سلطة المالكي. بين هؤلاء وهؤلاء ذهب قليلون جدا إلى التعمق فيما حدث وتحليل تداعياته بهدوء. ربما هذا يبدو واضحا في كل مرة حتى نناقش المشهد العراقي فكرة الاستقطاب الواضح. دعنا نبدأ بالمعسكر الأول المعسكر الذي انحاز بشكل أو بآخر لقرار المالكي بفض الاعتصام.
كثيرون هؤلاء محمد، وخذ منهم مثلا صالح البدري ويقول هنا على صفحتنا على الفيسبوك: فض الاعتصامات قرار صائب، لكن البعض يقول حوله إلى مواجهة طائفية. فكيف تصف بعض القنوات العربية يتساءل الجيش العراقي بقوات المالكي والجيش العربي السوري بقوات الأسد، بينما تطلق تسمية الجيش المصري لأنه من نفس الطائفة؟ ميوني مار العباسي تمضي أو يمضي في نفس الاتجاه وتقول أو يقول: العملية رفعت من أسهم المالكي في الشارع الشيعي ووضعت الحكيمة والصدر بوضع محرج بعد محاولتهما، تقول امساك العصا من الوسط. علي المنصور يقول هنا أيضا: مستقبل المالكي زاهر والشعب يدعم بقوة هذه العملية، لأن الشعب يقول يعرف أن تلك الساحات كانت حاضنة للقاعدة وداعش. يقول صالح الحلي يقول هنا على صفحة شارك برأيك: فض اعتصامات الأنبار هو فرض لسيطرة الدولة على مناطق كانت خارجة عن سيطرتها. واحد من الناس كما سمى نفسه يغرد على تويتر قائلا هنا: ليس هناك رابح غير المالكي، سواء خسر أو انتصر، ذلك لأنه أشبع رغبة غالبية الشعب، يقول، التي ترى في الأنبار داعش والعلوان. إذن هؤلاء من يؤيدون خطوة المالكي، ماذا عن من يعارضون يا أحمد؟ المعسكر الآخر محمد هو يرسم صورة مختلفة تماما لما جرى وتداعياته. خذ مثلا من هؤلاء علي الحديثي وهو يقول هنا: المالكي يجر البلاد والعبادة إلى الهاوية، طاغية جديد يحكم العراق، يقول، وسوف يحرق الأخضر واليابس من أجل البقاء في السلطة. على تويتر يغرد الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة قائلا: في الأنبار معركة لتركيع العرب السنة ومن ورائهم كل العراقيين. المالكي يقول يمارس الحشد الطائفي للتغطية على فشله على كل صعيد ولن ينتصر أبدا. يقول عبد الرحمن دبيلي يقول هنا أيضا: التاريخ لا يعيد نفسه كما يقال، لكن الإنسان يكرر غباءه، والدليل يقول المالكي والسيسي. عمر الهواري يمضي في نفس الاتجاه ويقول: نفس الأسلوب الفاشل في توريط الجيش في الداخل وقتل أبرياء، هل هو الأسلوب العلماني المستحدث؟ يتساءل. أحمد الثقفي يقول هنا: ستتحول عملية الأنبار إلى كارثة كبيرة، والفارق بينها وبين رابعة هو أن المصريين ليسوا مسلحين، أما في العراق فأغلب العراقيين مسلحون. ربما لذلك حدثت بعض الاشتباكات ما بعد العملية، لكن أنت أيضا على ما أعتقد أحمد أشرت لأن البعض كان يميل إلى فكرة التروي بالنظر إلى ما حدث، أليس كذلك؟ نعم محمد، هناك مجموعة لا بأس بها نحت منح النظرة المتروية وتحليل ما حدث. خذ من هؤلاء مثلا رياض محمد ويقول هنا: أرى أن كل ما يقوم به المالكي مدروس بشكل يتوافق مع مصالح سياسة الهيمنة الإيرانية وترسيخ تواجدها وتنفيذ استراتيجيتها في إضعاف من يتبع المذهب السني. يقول مهند يقول هنا أيضا: الهدف من اختلاق الأزمة غربية العراق يعود إلى مخطط إقليمي يهدف إلى تقليل ضغط المسلحين في سوريا عبر استدراجهم إلى داخل محافظة الأنبار العراقية، ومن ثم إعلان حالة الطوارئ في العراق لتأجيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة. أبو سعد يقول هنا: العراق دخل مرحلة التقسيم الطائفي وهي بداية ليس لها نهاية. يقول 10 سنوات مرت يضيف على العراق وهو من تعس إلى أتعس، وإذا اعتقد أحد الأطراف بأنه كسب شيئا لصالحه فإنه واهم. يقول العراق إما أن يكون للجميع أو لن يكون لأحد. هذا جانب بسيط محمد من حوارنا الذي ما يزال يشهد إقبالا وتفاعلا كبيرين، ونحن في متابعة جديده دوما محمد. إذن ابقى متابعا يا أحمد، سأعود إليك قرب نهاية البرنامج. من الآراء التي دائما ما نجمعها كما استعرضنا لبعض منها في البداية الآراء العشوائية مباشرة من الشارع، كاميرا البرنامج توجهت مرة أخرى إلى بغداد وسألت: كيف ترون تداعيات فض اعتصام الأنبار على الوضع الأمني تحديدا في العراق؟ حل بهالطريقة رح تؤدي إلى نتائج سلبية، لأنه توسعت القضية وأخذت مجال آخر، وممكن تتوسع على مجال السياسيين الكتل السياسية وتأخذ انحدار أكثر عمق في العراق.
احنا نعرف انه كل ما يصير مواجهات تزداد عمليه التفجير في كل المحافظات العراقيه تاخذ منها اكثر. قنبله موقوته قد مو بس راح ينفجر، هذه الانشطارات اللي اوجدتها البرلمان واوجدتها الحكومه تداعيات كبيره، هناك الان تشدق بالطائفيه، هناك زعماء الطائفيه وزعماء الموت والميليشيات الان بدوا يعني الان ساحتهم. كان هناك عنف ولكن ليس بالصيغه التي هل لها بعض الافواه التي تريد زعزعه البلاد، ولكن الوضع الامني تقريبا هو مستقر لحد هذه اللحظه. نرى ان قد استقرت الامور في الانبار وقد كانت لساعات الاعتصام يجب ان تنتهي. الحقيقه انا ارى انه عمليه فضل الاعتصام بهذه الطريقه التي اسميها الطريقه الدبلوماسيه بعض الشيء يعني ان كانت هي بدايه او نقطه الضوء الاولى التي من الممكن ان تبدا عمليات الحل السريع لكثير من القضايا العالقه في هذه النقطه. صوت إيجابي أخير يتحدث عن أن الأمر ربما يكون نقطة الضوء الأولى لبداية حل الكثير من القضايا العالقة، لكن أيضا بعض الأصوات السلبية الأخرى التي ترى أن الأمر بمثابة قنبلة موقوتة أو بداية تشدق بالطائفية من جديد في العراق. من بغداد معي عبر الأقمار الصناعية السيد عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون. سيد عدنان أهلا بك، ما الذي حدث تحديدا؟ نريد أن نعلم يعني في الجزء الأول من البرنامج السيدة ميسون تحدثت أن هناك تعتيم قوي حدث على مدار في الأنبار، قطعت وسائل الاتصال والإنترنت، ولا نعلم إذا كان الأمر فض بالقوة أم بالشرطة المحلية أم ماذا، ما الذي صار؟ نعم، لعل الحدث الذي ترافق مع قضية إزالة يعني ساحة الاعتصام وخيمها حدث كان يعول عليه كثيرا من قبل السياسيين الذين استفادوا من وجود هكذا ساحات اعتصام، وكانوا يرسلون رسائل عديدة على أن هذه ساحة تمثل أهل السنة، تمثل احتياجات أهل السنة، تهميش أهل السنة، وأنها ساحات كرامة وعزة وترفع فيها شعارات وعمر، فأخذت فرقندة كبيرة وواسعة من الهالة الإعلامية بحيث أصبحت القضية كلها تركز على أساس الكرامة والعزة. عندما بدأت قوات الشرطة المحلية بإزالة هذه الخيام والعودة إلى الوضع الطبيعي السابق، حقيقة الأمر كانت المفاجأة كبيرة، قيل أنها هجومات كبيرة وقيل أنها قتلى وجرحى، وأنا أقول لك كلام وأنا مسؤول عن كلامي بالمرة، لن تسقط قطرة دم إنسان في ساحة الاعتصام عندما بدأت قوات الشرطة بعملية إزالة الخيم، على العكس من ذلك جرح بعض أفراد الشرطة وحرقت بعض السيارات، وما يجري الآن من أمور ترتيب أوضاع تلك المنطقة حقيقة يبشر بأن الأمور قد بدأت بشكل طبيعي. ولا تدخل للجيش في الأمر، هي فقط شرطة محلية، لا تدخل للجيش ابدا، لن تتدخل قوات الجيش بالمطلق، وهاليوم اصدر القائد العام للقوات المسلحه امرا حتى لو وجود بعض القطاعات العراقيه على الطريق السريع من بعد عليهم ان ينسحبوا الى ثكناتهم. القوات الشرطه تحظى بتاييد كامل لانها كانت خطه ذكيه بانه تقوم الشرطه المحليه للانبار برئاسه مدير شرطتها اللواء زريج بعمليه اخلاءها وبعمليه تطهير المنطقه اذا كانت هناك ردود فعل. طيب. انا اقول بالنسبه للساحه، كانت هناك عده جهات، واحده منها الجهات السياسيه التي اعلنت عن انسحابها او استقالتها، هذا امر غير صحيح لانهم لم يقدموا استقالتهم انما وضعوها تحت تصرف السيد النجيفي، هؤلاء استفادوا من ازاله الخيم لانهم يعتبرون الخيم والسياسيين فيها هم خصوم لهم. طيب. ما يجهزونه من داخل المخيمات يعتبر النقيض لهم في العمليه السياسية. طيب سنتوقف عند التأثير السياسي سيد عدنان، لكن اسمح لي أن أشرك معك بعض المتصلين كذلك يريدون الإدلاء بالرأي في حوار اليوم. أبو محمد يتحدث من بريطانيا. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو محمد، يا أهلا تفضل. يا أخي العزيز، أنا من المتابعين للحدث العراقي، أنا من أهل لندن وفي نفس الوقت أنا من سكنة أهل البصرة. السؤال هو لماذا بعض الميليشيات التي موجوده في الجنوب مثل واثق البطاط وعصائب اهل الحق وغيرهم من الميليشيات التي تعثي في الجنوب وفي العراق
تفضل يا ابو محمد. لم نرى لم نرى اي تدخل حكومي لمنع هؤلاء هذه الميليشيات. لا اعرف بالضبط لماذا، يعني نرى الحكومه تركز على الشمال فقط، يعني بالتحديد اهل الرمادي مثلا واهل الموصل. طيب المقصود ان التدخل انتقائي اذا، لماذا برايك قبل ان اتحول لتعقيب من السيد عدنان؟ لماذا؟ حكومه تكفي في مجالين صراحه يعني. ايوه، لماذا تفعل ذلك من وجهه نظرك؟ لان حكومه طائفيه 100%. المشكله هي الطائفيه. سيد عدنان هل من تعقيب؟ يعني أنا أعتقد الأخ هو شعور الطائفي هو هذا. أولا البطاط مطلوب للعدالة، وليس هناك أي جهة شيعية سواء كانت مرجعية أو جهات سياسية شيعية أيدت توجهات البطاط وتصريحاته، وكذلك كل التصريحات المثيرة للفتنة الطائفية بالنسبة للجانب الشيعي. بالنسبة للعصائب لن يظهر لهم أي وجود، هم تخلوا عن الميليشيات وتوجهوا إلى العمل السياسي بعناوين أخرى، وبالتالي إذا ظهر أي تجمع مسلح فإن الحكومة كما فعلت في البصرة عندما ضربت الخارجين عن القانون من التيار الصدري للجيش المهدي واعتبرتهم خارجين عن القانون وضربتهم في كربلاء وفي الناصرية وفي العمارة، هذا كيف يمكن نفسر أمام مجموعة قليلة تدعي أنها موجودة كالبطاط؟ فلذلك أنا أقول له، قبل يومين بدأت عمليات دهم في منطقة معينة للتفتيش عن البطاط وإلقاء القبض عليه، فلذلك ليطمئن الأخ أنه الحس الطائفي الذي يتكلم عنه أنه هو نتيجة للشحن الإعلامي الذي شحن به من قبل السياسيين أهل السنة الذين لن يستطيعوا أن يحلوا مشكلة اسمها ساحات الاعتصام. طيب لكن بالنسبة لهؤلاء سيد عدنان، الأمر هو يستهدف قادة وسياسي السنة بالمقام الأول، بدأ بالهاشمي ثم بقضية العيسوي وحرسه ثم العلواني الآن، يعني يبدو وكأنكم بالنسبة لهؤلاء بالتأكيد تستهدفون رموز السنة الكبرى. هذا ليس بالصحيح، هناك الكثير من الذين طبق عليهم القانون حتى من الشيعة، هناك أيضا نواب وهناك حتى أكثر من 42 نائب، هؤلاء من الشيعة والسنة. أنا أقول من يرتكب خطأ ويتجاوز القانون كالبدان طارق الهاشمي علينا أن لا ندرجه ضمن قائمة الاستهداف. إذا كان هناك اعترافات وكان هناك نوع من الحكم على هذا الشخص، كيف يمكن أن نعتبره استهداف؟ هو إنسان لا تتشرف به أي جماعة لأنه قتل بدم بارد. أما كل إنسان يرتكب كأحمد العلواني يرتكب أخطاء ويتورط في قضايا طائفية وشحن طائفي ورفع السلاح بوجه القوات المسلحة وقتل أفراد من قوات مسلحة، هذا لا يمكن أن نعتبره سنيا، ولا هذا يقع تحت طائلة القانون. هو خارج عن القانون بصرف النظر عن طائفته وفقا لوجهة نظرك. دعني أستقبل بعض الاتصالات الأخرى. أبو زياد يتحدث من السويد. أستاذ العزيز، أنا طبعا أحترم رأي السيد السراج، ولكن الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطى عقل. فأول شيء صار لهم أكثر من سنة زمان مطالب الدولة تقول مطالب محقة، ليش ما تنفذونهم؟ هاي وحدة. الثانية السيد السراج يحكي على البطاط، البطاط ظهر 20-30 مرة على القنوات الفضائية ويهدد ويستقوا بيران على العراقيين. الشغلة ما بيها، إذا الجماعة يريدون بعقليتهم بجيشنا هذا الجيش المهلهل، يعني الأمريكان خسروهم المثلث الشمالي وخلوهم راحوا مذعورين ودفعوا أموالهم ورجالهم ورجعوا مكسوحين. صحيح العراقيين الكل منهم شارك ضد المحتل، ولكن هاي الحكومة واحمة، المفروض برعتها تكون هي الكل تحتضن الكل ولكن طائفية. يعني معناتها إذا طولت أكثر من سنة تتوقع أنت هاي السنة الزمان ما يدخل بها عناصر مخربة، ما تدخل بها داعش، هذا 100%. بس لو كان كاسبين الشعب وأول من حاربوا القاعدة. طيب، هم أخوتنا السنة وأنا كشيعي. نقطة جيدة أبو زياد، نقطة جيدة وأريد تعقيب عليها من السيد عدنان، لأن أبو زياد شكرا جزيلا، نقطة جيدة وأريد تعقيب عليها سيد عدنان. فكرة أن الحكومة ربما أخطأت منذ البداية في الطريقة التي تعاملت بها مع هذه الاعتصامات، لم يبالي أو لم يكترث كثيرا السيد المالكي أو حكومته بالاستجابة لبعض المطالب، فالنتيجة التصعيد الطبيعي هو ما شاهدناه على الأرض. أخي العزيز، إذا كان المالكي يعني يمثل رئاسة الوزراء فهناك نواب يمثلون الأنبار،
أكثر من 90 نائب يمثلون تلك المناطق، أين دورهم السياسي في حل هذه المشكلة والوصول إلى المالكي لحل هذه المشكلة؟ هم لماذا يؤججون الموقف؟ ثم أن مسألة التلفزيون البطاط يظهر، ألم يظهر أحمد العلواني ويطالب بقطع رؤوس الشيعة ويتهمون بالخنازير؟ لماذا ينظر الأخ في أربيل إلى نظرة واحدة لشخص هو مطلوب للعدالة ويظهر في التلفزيون؟ في العراق التلفزيونات والمحطات الفضائية أصبحت حالة موجودة في كل مكان يظهر فيها كل حتى الإرهابيون، حتى ظهر ذاك اليوم قبل كم يوم ظهر زعيم النصرة الجولاني في أحد المحطات العربية. أنا لا أقول أن المسألة الظهور بالتلفاز يعني بمعنى هو السماح له بالتنقل، الكثيرون سبوا وشتموا وتحركوا بعناوين طائفية في ساحات الاعتصام، بل رفعوا رايات القاعدة، بل رفعوا رايات حزب البعث السابق. ولذلك أنا أجد أن مسألة التلفاز هذا أمر ثاني. أما مسألة السياسيين والمالكي وحل المشكلة، أكثر من 9 محاولات للسيد المالكي لحل الإشكال لن يتم، هناك تلبية لكثير من المطالب. ماذا قدمتم لهذه التكتلات السياسية يا سيد عدنان حتى يستجيبوا للتسع محاولات التي أشرت أنت إليها؟ لا نستطيع أن نحجم، إنما هو وآلية الحكم هكذا، نحن لا نستطيع أن نحجم أحد. هل نستطيع أن نحجم أوضاعهم داخل مجلس النواب؟ هل نستطيع أن نحجم وضعهم في الوزارات؟ هذه أمور متفق عليها، لا يمكن للمالك أن يحجم أحد. هم الذين يحجمون أنفسهم بدواعي سياسية، هم يريدون أن يشاركوا في الحكم بطريقة هم معارضون وهم مشتركون، هم يريدون أن يسقطوا نور المالكي بأي صورة من الصور، هم يكذبوا القضاء، هم يكذبوا الجيش، هم يسقطوا العملية السياسية. طيب. كل هذه الأمور ويتهمون الطرف الآخر بالطائفية. طيب. الإنصاف أن يكون الجميع يتجه إلى بناء العراق بشكل صحيح. طيب، فكرة سقوط المالكي من عدمه والائتلاف في حد ذاته ما هو مستقبله؟ نقطة مهمة سأتحدث فيها سيد عدنان، لكن أخذ تعقيب سريع من أبو زياد، ربما لديه تعقيب في ثواني قليلة. تفضل يا ابو زياد، تعقيب اخر لديك. الله يعطيك العافيه، احنا لا نصير مثل بشار الاسد باليوم اطلق القاعده وادخلهم مع الشعب السوري وقال الشعب السوري ارهابي، احنا ما نريد الجماعه يدخلون المشكله ويخلون داعش ما داعش واخير شيء الشعب العراقي ارهابي ويريدون يدخلون العراق بحاله طوارئ من اجل يظلون بالحكم 4-5 سنين، هاي مستحيل. الشعب العراقي قبل اليوم نعم، اما اليوم الشعب العراقي واعي، السلطه كافي، السيد المالكي جزاه الله الخير ولا يدمر العراق، العراق هذا ما يحكم لا المالكي ولا غير العراق للعراقيين. تمام. المالكي خلي يحفظ كرامته وخلي يصون الدم العراقي والسلام. أبو زياد شكرا جزيلا. سيد عدنان، قائمة متحدون تتحدث عن أن الشراكة مع رئيس الوزراء الآن أصبحت موضع شك، والكثير من الأصوات تتحدث عن أن ما فعله المالكي أو قوات الشرطة أو سميها ما تشاء في فض اعتصام الأنبار سيكون لها مردود سلبي جدا على تشكيلة الحكومة القادمة وانتخابات 2014. أنا أعتقد متحدون وقبلها كانت العراقية هم يعني يراوغون ويعني يشككون في كثير من مواقف المالكي ولكنهم يراوغون في القرار. أنا أعتقد متحدون هم يريدون تمرير هذا الخطاب السياسي لجمهورهم فقط على أساس أن الوضع بدأ يأخذ منحنى المطالبة باتخاذ موقف، ولكنني أقول لك المتحدون هذا ليس بالمرة الأولى الذي يعلنون تعليقهم ومقاطعتهم وسحبهم الثقة ثم يعودون أدراج الرياح، بل ينقسمون بعضهم على البعض الآخر وتبدأ الكتل تنقسم ويخاطب بعضهم البعض الآخر بلغة أخرى. أنا لا أعتقد هذا الكلام سليم، لأن هؤلاء المتحدون مع احترامي لهم هم يعتبرون أنفسهم من المستفيدين الأوائل من عملية فض الاعتصامات، لأن هناك الخصوم السياسيين الذين يدعمهم الشيخ خميس الخنجر لا يسمحون للسياسيين بدخول ساحات الاعتصام. ساحات الاعتصام هي التي رشحت مجلس محافظة الأنبار وتريد الآن أن تشارك في المجالس النواب بأعداد كبيرة، لذلك هم الآن تخلصوا من خصم يعني في الجناح السني لدود لهم، لذلك لا تتصور أن كلامهم يعتبر عملا يعني موجه بشكل صحيح. هم سوف يبدأون بعمل جديد مع الحكومة بعد أن تستتب الأمور، وأتصور أن الأمور ستسير بشكل جيد في محافظة الأنبار، خصوصا إذا نجحت العمليات العسكرية في الصحراء وإذا نجحت العمليات العسكرية في نينوى، أتصور الأمور ستسير.
تسير بشكل صحيح. وهذه نقطة مهمة. على صناديق هذه نقطة مهمة جدا، فكرة العمليات العسكرية ومدى قدرة الحكومة على متابعتها. هذه النقطة تحديدا سيد عدنان ربما حتى وصلتنا عليها بعض المشاركات، مشاركات نصية تحديدا، دعني أقرأها عليك، وصلتنا عبر تويتر. أبو هريرة من ليبيا قال: مغردا استعمال القوة لفرض وجهة نظر واحدة بين شركاء الوطن سوف يعود بالكرة للمربع الأول، وكأنك يا زيد ما غزيت. فارس العراق يقول عبر تغريدة هو أيضا: هل من المعقول أن القاعدة تتواجد في الاعتصام وتترك المساحات الصحراوية الشاسعة التي يمكن الاختفاء فيها بسهولة؟ وربما هذا هو التعقيب الذي أريد أن أستمع إليك منه يا سيد عدنان، فكرة الخطوة الأمنية القادمة إذا كان الوضع هذا بين المدن، فماذا عن تأمين الصحراء؟ سيدي العزيز، أريد أن أقول شيء على عجالة. مسألة إزالة ساحات الاعتصام والقيام بعمليات عسكرية ضد داعش في الصحراء، هذه إنما رغبة عالمية ورغبة أممية ورغبة إقليمية، إضافة إلى أنها رغبة ملحة عراقية. المالكي حصل على توافق سني عراقي، وأنا أقول لك من هذا المكان مسؤول عن كلامي، محليا حصل على جملة من التوافقات من عشائر وسياسيين. أمريكا دعمته بالأسلحة ودعمته بطائرات ودعمته بصواريخ وأيدت التوجهات بهذا الشكل. دول الإقليمية الأردن الكويت إيران تدعم هذا التوجه، وبالتالي هو بدأ بشكل مريح لإزالة كل ما يعيق عملية مهاجمة داعش. نعم. نحن الآن نخوض معركة تحدي، لأن وجودهم ووجود الوضع في داعش بالتكاثر في الصحراء وأماكن أخرى سيهدد الأمن المجتمعي. شكرا جزيلا يا سيد عدنان، وعذرا لمقاطعتك، الوقت انتهى. سيد عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون كان معي من بغداد. سريعا إلى أحمد عبد الرازق لديه المزيد. يا أحمد. محمد، ربما يسمح الوقت كي أورد هذه التغريدة من تلك التي ما تزال تتوالى على موقع التواصل الاجتماعي. هناك غرد عامر الكبيسي يقول: بيان المالكي الأخير ماكر جدا ويريد ضرب العشائر بعضها ببعض وبمحافظي الأنبار. محمد، شكرا جزيلا يا أحمد، استمروا في الإدلاء بالرأي على موقعنا bbcarabic.com. نقطة حوار انتهت اليوم، كل التحية مني أنا محمد عبد الحميد، إلى اللقاء.